السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. بدأت في موريتانيا امتحانات شهادة الدروس الإعدادية بمشاركة 51574 تلميذا موزعين على 220 مركزا، 51 منها في العاصمة نواكشوط. وتصل نسبة البنات المشاركات في الامتحانات 54% من مجموع التلاميذ المشاركين. عقد مجلس الشيوخ الموريتاني أول جلسة علنية له لإيداع 4 مشاريع القوانين بعد أسابيع من رفضه نقاش المشاريع المقدمة من طرف أعضاء الحكومة الموريتانية. وكان مجلس الشيوخ قد رفض منذ أسابيع نقاش مشاريع القوانين المقدمة من طرف أعضاء الحكومة احتجاجا على ما قالوا إنها إساءات تعرضوا لها من طرف بعض الوزراء. صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها على مشروع قانون حول اتفاقية قرض موقعة شهر إبريل الماضي بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح ببولنوار. وقال وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم للبشير إن الهدف من المشروع هو استغلال الرياح في مدينة بولنوار لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة. أعلنت كتلة شبابية تنحدر من بلدية برينا بولاية ترارزا خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط عن انضمامها لحزب التحالف الشعبي التقدمي. وقالت الكتلة إن قرارها الانضمام للتحالف الشعبي جاء بدافع سلمية النضال التي قالت إنها تعتبر خيارا لدى الحزب مهما اشتدت الأزمات، وانتهاج الحوار لحل المشاكل وحماية الثوابت الوطنية والسلم الأهلي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. نلتقي على رأس الساعة في نشرة إخبارية بحول الله. إلى اللقاء.